فلاش تورش. تعمل شركة ويكد ليزر الأمريكية في إنتاج أجهزة الليزر والمصابيح اليدوية، ومع ذلك فقبل بضع سنوات أعلن المتخصصون عن ابتكار ثوري جديد وهو فلاش تورش. من الخارج يبدو الجهاز كأي مصباح يدوي تقليدي، ولكنه في الواقع ذو تصميم فريد وقوة عالية، لذا فيمكنك استخدامه كوسيلة إشعال. للمصباح ثلاثة مستويات من العمل: المستوى الأول يستخدم للإضاءة فقط، والمستوى المتوسط يكون شديد السطوع وقادر على تسخين الأشياء، أما المستوى الثالث فيمكنه إشعال النار في أي شيء يقترب منه. جدير بالذكر أن الشركة المصنعة قد زودت المصباح بعدسة قابلة للضبط وعاكس، لذا فيمكن للمصباح أن يعمل كجهاز عرض محمول أو كمؤشر بمستوى منخفض من تشتت الضوء. سعر المصباح $100. سيكير SVH4. سيكير SVH4 هي طائرة هليكوبتر قادرة على تقديم تجربة جديدة بشكل أساسي في تعلم كيفية التحكم بالطائرات. تتميز الطائرة بتصميمها الفريد، وهي تسمح لك بالقيام بمجموعة متنوعة من المناورات كالسقوط والتحرك على ارتفاع منخفض يصل إلى 90 سنتيمتر. وفي الوقت نفسه هي لا تفقد الاتصال بالأرض، أي أن التدريب يتم في ظروف واقعية وآمنة تماما. سر التصميم هو طائرة هليكوبتر عادية بسيطة متصلة بمنصة أرضية متنقلة وفريدة، وهي مصممة بطريقة تخلق وهم الطيران للطالب أثناء التدريب. خلال المرحلة الأولى من التدريب يتم برمجة المنصة لتشغيل المروحية بشكل آمن، وهكذا يتدرب المبتدئ على الصعود إلى الهواء والدوران. وفي نفس الوقت تعمل المنصة بمساعدة الدعامات الجانبية بشكل مستقل على إبقاء المروحية في الموضع الصحيح. أثناء التدريب الإضافي يتوقف دعم تثبيت الطائرة، ويتعلم الطيار التحكم في المروحية بشكل مستقل تماما. جيدل. بالتأكيد تنظيف المرحاض ليس من الأمور اللطيفة، وهذا هو السبب في قيام خبراء من شركة أتلانت روبوتك بابتكار روبوت مصمم خصيصا للقيام بهذه المهمة. ويعتبر جيدل هو أول روبوت مدمج محمول في العالم يقوم بتنظيف المراحيض. عندما يحين الوقت لغسل المرحاض يتم إدخال الروبوت في قاعدة خاصة على الحافة ليبدأ العمل. تشمل المجموعة ثلاثة سحابات، أي أن الروبوت يمكنه تنظيف ثلاثة مراحيض مختلفة في نفس المنزل. أثناء العمل ينظف الروبوت السطح بفرشاة، وهو قادر على الوصول إلى أكثر الأماكن التي يصعب الوصول إليها. يمكنك شراء الروبوت جيدل الآن بسعر $500. سنوفيت. ظهرت أول زلاجات للجليد منذ أكثر من 4000 عام، ولكن لم يبدأ البشر في ممارسة رياضة التزلج سوى منذ بضعة قرون. وقد مرت جميع جوانب الحياة البشرية بتغييرات عديدة كي تصبح أكثر راحة، والتزلج على الجليد لم يكن استثناء. سنوفيت هو نعل جديد يحتوي على أشرطة يمكن تركيبها في أحذية الشتاء أو أحذية التزلج على الجليد، وهي قادرة على منحك تجربة جديدة تماما للتزلج، وسوف تجذب بالتأكيد مشجع الرياضة الشتوية. يمزج التزلج باستخدام سنوفيت بين التزلج على الجليد والتزلج بالعجلات أو الزلاجات، وتدعي الشركة المصنعة أن هذا الاختراع مثالي للتزلج الهادئ على المنحدرات بسيطة الانحدار، ومع ذلك فيمكن استخدامها أداء مختلف الحيل والدورانات. يوفر الابتكار إمكانية مناورة مثالية على الجليد، علاوة على أن تلك النعال تتميز بحجمها الصغير ووزنها الخفيف، وعلى عكس الزلاجات ولوح الجليد يمكن وضعها في حقيبة الظهر حيث أنها لا تشغل حيزا كبيرا، وبالتالي يمكنك حملها إلى أي مكان بسهولة. يمكنك شراء نعال سنوفيت بسعر $150. اوبتيسكان.
قبل ابتكارهم لهذا الجهاز الرائع، تساءل المصممون لماذا يقوم شخص ما بتغطية 100% من البشرة بطبقة من مستحضرات التجميل، في حين أن عيوب البشرة من الممكن ألا تزيد عن 50% فقط على سبيل المثال. وخلال البحث عن الإجابة على هذا السؤال، استطاع الخبراء تطوير جهاز أوبتيسكان، وهو جهاز قادر على أداء وظيفة أفضل بكثير وأكثر فائدة لجمال البشرة من الفوتوشوب أو مستحضرات التجميل. يقوم الجهاز بمسح الجلد باستخدام مصابيح ليد زرقاء خاصة وكاميرا رقمية مدمجة، وبفضل هذا الضوء فالتباين في مختلف مناطق الجلد يصبح أقل وتصبح البشرة أكثر إشراقا. يمكن للجهاز الكشف حتى عن الندوب والبقع العمرية وأي عيوب أخرى على سطح الجلد، وبمجرد اكتشاف منطقة لا تطابق بقية السطح فإنه يقوم برش مصل خاص على البشرة يحتوي على أصباغ معدنية ومكونات للترطيب والتفتيح. وفي الواقع الجهاز ببساطة يضع الطلاء على عيوب الجلد بحيث تصبح البشرة ناعمة وموحدة اللون في النهاية. وسوف يطرح المنتج الجديد للبيع في نهاية عام 2019 بسعر $600. فليكسبل ويل. تظهر الاختبارات أن الإطارات التقليدية تفشل بالفعل في حالة إذا مرت السيارة على حفرة بعمق 80 مليمتر بسرعة 28 كيلومتر في الساعة، فقد تبين أنه على الطرق ذات التغطية الضعيفة هناك خطر كبير، حيث أنه من الممكن حدوث تلف في حافة العجلات مما يعرض سلامة السائق والركاب للخطر. قام المتخصصون من شركة ميتشلن وشركة ماكسين ويلز بتصميم عجلات أقل عرضة التلف في حالة السقوط في حفرة. تعرف تلك العجلات باسم Flexible Wheels، وهي تتكون من شفتين مطاطيتين تم تثبيتهما على إطار خاص، وقد زاد التصميم من درجة المرونة وحسن إمكانية الدوران وامتصاص الصدمات عند الاصطدام بالعقبات البسيطة. جدير بالذكر أن العجلات الجديدة تتوافق أيضا مع إطارات سيارات الركاب، ووفقا للمصنعين فلتلك العجلات المرنة مزايا أخرى، على سبيل المثال توفر راحة أكبر ومستوى وضوضاء أقل مقارنة بالإطارات التقليدية منخفضة الارتفاع. سويس روم باكس. معظم الناس ممن يستعدون للتخييم يواجهون الكثير من الصعوبات، وكقاعدة عامة تكمن المشكلة الرئيسية في مسألة كيفية حزم جميع الأغراض بعناية وتجنب نسيان أي شيء. لذا فقد قدمت الشركة الأمريكية هوم أون بورد قبل بضع سنوات التصميم سويس روم باكس، والذي يمكنك بمساعدته تحويل السيارة العادية إلى سيارة تخييم في غضون 10 دقائق فقط. في الواقع النظام هو عبارة عن هيكل يتكون من العديد من الوحدات مع فتحات متعددة أيضا، تم تصميمها بطريقة تجعل بإمكانك تجهيز قطع الأثاث التي تحتاجها بالطريقة التي تريد. التصميم مناسب لتخزين الأواني أيضا، ومن الوحدات النمطية يمكنك تجميع طاولة مناسبة ومقاعد وطاولات طعام، وهناك وحدات مع مغسلة ووحدة للاستحمام. أما ليلا فيمكنك فرد التصميم بطريقة معينة للنوم. الميزة الرئيسية لذلك التصميم هي أنه لا يتطلب استخدام أدوات خاصة، ويتراوح سعره من 4000 إلى $7000 حسب حجم التصميم ودرجة تعقيده. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تلك الابتكارات قد أعجبتكم أكثر وترغبون في اقتنائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.